مساء الخير جميعا. انا بتهيألي يعني ان حضراتكم جميعا ما عندكوش استعداد انكم تسمعوا ان انا اقرا كلمات دلوقتي، يعني بتهيألي سمعتوا كلمات كفايه النهارده، لكن هقول بعض الكلمات اذا سمحتوا لي. الاول ما اتقدم بالشكر لحضراتكم جميعا فردا فردا لتشرفنا النهارده الاحتفال بمرور 40 سنه على تاسيس الاتحاد هنا في لبنان، ودي الحقيقه مناسبه طبعا كلنا بنعتز بيها جدا. احب ابتدي ان انا اشكر فخامه رئيس الجمهوريه العميد ميشيل سليمان على تفضله برعايه المؤتمر والاحتفال. في نفس الوقت الحقيقه برضو احب ان انا اشكر دوله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على الحقيقه استضافه الوفد، الحقيقه واستضافه كل العدد اللي القاعه سعت انها تخدم النهارده في السرايا الكبيره في رئاسه مجلس الوزراء، ويمكن دي كانت مناسبه جيده لينا ان هو يتحدث مع الحضور زي ما تعودنا قبل كده. المؤتمر دي كانت حاجه الحقيقه يعني مقدرينها جدا للحفاوه ولانه خصص الوقت لينا جميعا، فبحب ان انا اشكره. طبعا الحقيقه بشكر بمناسبه مرور كمان 40 سنه لازم نتذكر من وقت تاسيس الاتحاد كل الحقيقه اللي اشتركوا سواء في الاداره سواء في مجالس الاداره، رؤساء مجلس الاداره، الامناء العامين، الامناء العامين المساعدين، على كل الجهود اللي هي اكيد ما كانتش كلها سهله على مدى فتره، كان فيها صعوبات كثيره جدا في الاتحاد من الناحيه الماليه ومن ناحيه المشاكل الخاصه باداره الاتحاد، لكن الحمد لله ان كل تغلب بروح الفريق عليها على مدى الفتره ووصل الاتحاد للمكان اللي هو فيه النهارده. والحقيقه دي ان انا بكرر الشكر تاني للمجلس، والمجلس طبعا موجود معانا النهارده، بكرر الشكر لاساتذتنا اللي كانوا موجودين كلهم قبل كده، للرؤساء السابقين اللي ما زالوا معانا بروح الفريق في مجلس الاداره طبعا، استاذ عدنان يوسف ودكتور جوزيف تربيه، واللي كان ليهم الحقيقه ايادي بيضاء وبصمات قويه جدا في الاتحاد، من ضمنها تاسيس الاتحاد المقر بتاع الاتحاد هنا، ودي كانت حاجه اخذت جهد كبير جدا لحد ما تمكنا انها تتعمل، وتواجد الاتحاد في الساحه الدوليه اللي هو النشاط كان ملموس في الفتره اللي فاتت، واعتقد المؤتمر امبارح والنهارده يعني جسد التواصل اللي موجود مع المؤسسات الدوليه وتواجدهم معانا في المؤتمر النهارده، فدي كانت حاجه الحقيقه مهمه جدا. انا طبعا يعني مش عايز اطيل على حضراتكم، عايز اشكر الكل، وعايز اشكر كل اللي ساهم في المؤتمر سواء بالحضور سواء بانه شارك بافكاره في الجلسات المختلفه اللي كانت الحقيقه كلها ثراء لينا جميعا. ويمكن لاول مره انا بحضر بقالي طبعا فتره، انما الجلسات لحد اخر المؤتمر كان فيها عدد موجود، واعتقد اذا ما كانتش انها كانت فعلا مفيده للكل ما كانش كل الحضور اللي كان موجود لحد الاخر، فانا بشكر الجميع. في نفس الوقت الحقيقه يعني واحنا بنحتفل ب 40 سنه فاتت، فاحنا طبعا في وضع كلنا عارفينه سواء في المنطقه العربيه او بالنسبه لهنا او اي الدول اللي حوالينا، فكلنا بنعدي بتحديات كبيره جدا وكلها بتوضح قد ايه اهميه ان احنا كلنا ان احنا نتكاتف. الموارد موجوده والامكانيات موجوده، ولكن محتاجه طبعا العزيمه والاراده وان احنا كلنا نشتغل بروح الفريق للفتره اللي جايه وللمستقبل، ونكون ان شاء الله يعني بنحتفل في المستقبل مش بس الحقيقه بالاتحاد في السنوات اللي جايه، لكن في المنطقه العربيه كلها، ان احنا حالنا كلنا يكون افضل سواء في لبنان سواء في الدول المحيطه كلها. ويمكن كان في النهارده واحنا رايحين للسرايا الكبيره الحقيقه، فمكتوب بره عليها وكل طبعا اراها، وطبعا دي حاجه عايز الواحد يحب انه يتذكرها، لو كانت دامت لغيرك ما كانتش اتصلت ليكي. فالحقيقه واحنا بنبص للمستقبل دي نقطه مهمه جدا لازم كلنا احنا زي احنا عندنا في مصر بنقول لو كانت دامت لغيرك ما كانتش جات لك، يعني فهي نفس الحاجه، ما كانتش اتصلت بيك او وصلتك او جات لك، فهي نفس المعنى. الحقيقه فكرت الواحد يذكر يعني دوله الرئيس الحريري رحمه الله عليه، وهو بعد ما القصر اتدمر هو اللي بناه، واحنا كنا واحنا في الغداء كنا بنتذكره
ان هو الحقيقه اللي اعاد بناء القصر، وحط دي محطوطه خارج القصر وليها طبعا دلاله كبيره وليها دلاله لينا كاتحاد وكمستقبل كلنا. مع الوقت طبعا كل واحد بيأدي دوره وبيترك، لكن المهم ان يترك اللي بعدها يذكره بالخير. فانا ان شاء الله بتمنى الحقيقه للاتحاد، وبتمنى لبنان، وبتمنى لكل الدول العربيه والدول المحيطه والمنطقه كل تقدم وكل ازدهار ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كل سنه وحضراتكم طيبين والف شكر.